مقولة شهيرة بتقول علشان تحقق نجاحات كبيرة لازم تحلم أحلام كبيرة. العاصمة الإدارية الجديدة كانت حلم كبير، والنهاردة احنا حققناه على أرض الواقع. النهاردة هننزل معاك ونشوف على أرض الواقع كل المشروعات اللي بيتم تنفيذها، وكمان كل أسبوع هنكون متواجدين معاك وبنشوف المشروعات على أرض الواقع وننقلها ونشارك احنا كمان في الحلم ده. النهاردة هنشوف مشروعات البنية التحتية الأساسية الذكية اللي تنفذت بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا النهاردة موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة علشان نتعرف أكتر على إن ليه الناس بتقول عن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة خضراء ذكية. هنتكلم النهاردة عن استدامة المباني أو استدامة البناء النهاردة، وهنعرف أكتر مع المهندس أشرف فوطين رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، زي حضرتك. حابة في البداية حضرتك تشرح لي يعني إيه أو إيه مفهوم الاستدامة؟ أولا أنا أحب أرحب بكم في حلم من حلم جيل. صحيح. الاستدامة هي طبقا للمفهوم الأمم المتحدة اللي حددته، اللي هي عبارة عن حياة كريمة لمستخدمي المدينة. فالحياة الكريمة اللي بديت فيها ابتدت الأمم المتحدة، علشان كلمة حياة كريمة كلمة ليها مفاهيم كتير، يعني بالزبط. مش كلمة صغيرة. بالزبط. صحيح. فابتدينا نقول عشان نعمل حياة، احنا دلوقتي ما بنعمل مجتمع جديد بنخلق حياة. صحيح. طب الحياة دي علشان تبقى مستدامة ابتدينا نراجع مع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة حددت في أكتر من مؤتمر 17 هدف، مسمينها 17 جول. ليه؟ علشان تقول المدينة القائمة دي مدينة مستدامة. فبقى لينا هدف رئيسي بتاعنا اللي هو إزاي نحقق الاستدامة في كل مناحي إنشاءات، من أول ما بتخططي المدينة لغاية ما آخر واحد داخل يفتح المفتاح يخش الشقة بتاعته أو يخش المكتب بتاعه أو يستخدم هذه المدينة. بناء على كده ابتدينا ندور إزاي نخطط هذه المدينة على الاستدامة. وإزاي خططناها يا فندم؟ بدأنا إزاي الحلم؟ ده حلم كبير قوي. ابتدينا نقول المدينة دي عشان تبقى مستدامة الأول نقول تخطيطها إزاي. ابتدي نفصل المناطق السكنية عن المناطق العمل، علشان اللي بيسكن يستمتع بحياته وما يكونش داخل فيها مناطق العمل. ابتدينا نفصل زون، ابتدينا نقول عدد السكان يبقى كام. فقلنا إنها لا يزيد عدد السكان عن 180 شخص في الفدان، فما نوصلش للازدحام السكاني. بالظبط. صحيح. فحطينا رولز من الأول خالص إن أنا أوصل ل 180 شخص في الفدان. ده بيخليني في بلاقي في بعض المدن بتوصل ل 350 و450 شخص. متخيلة؟ نتج عن ده كده إيه بقى في التخطيط؟ إن أنا وصلت للحاجات العالمية، الأكواد العالمية، إن أنا وصلت لي 15 متر زراعة لكل مقيم أو لكل شخص في المدينة. أما بتيجي نحسب مثلاً، أما أجي بنشئ المدينة فبدور أول حاجة الناس اللي جاية من بره، فلازم أوفر المواصلات العامة وليس المواصلات الخاصة، المواصلات العامة اللي توصل المدينة. طبعاً بالتنسيق مع الدولة ابتدينا نقول إيه اللي أنا هقدر أعمله. فابتدينا يخش لنا القطر ال ار تي، يخش لنا المونوريل، المخطط القطر السريع، في تخطيط من بعد حوالي 15 سنه او 10 سنين طبقا للتخطيط الانفاق، مترو الانفاق هيوصل للعاصمه. في تخطيط بيتم على مراحل، لكن في الاخر اهم حاجه ان انا جوده حياه للمواطن. طب خليني أعرف من حضرتك، لو إحنا تكلمنا عن البنية التحتية ده الأساس في الحياة، يعني في جودة الحياة للمواطن، حضرتك ادينا نبذة عنه. بدأت إزاي البنية التحتية في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة؟ نتكلم برضو تخطيط. أنا عايز أقدم لحضرتك جاية تسكني هنا، أقدم لك خدمة جيدة. الخدمة الجيدة أول نقطة إنها ما تتقطعش منك، إنها نسبة القطع للخدمة سواء كهرباء سواء مية سواء غاز سواء أي مرفق ليها حدود.
ان انا مثلا نص ساعه في السنه باجمالي 3 ساعات للحي. لينا قواعد ابتدينا نحطها. طب عشان نعمل هذه القواعد عشان الكهرباء مثلا ما تتقطعش عنك غير فتره قليله في خلال سنه، انا مش بقول لك في اليوم، مش بقول لك في الشهر، بخلال السنه نبتدي نعمل ايه؟ يبقى نحل التخطيط صح. التخطيط الصح كان ايه؟ في نوعين من المرافق. صحيح. يا الا تعمليها لينير، خطوط واصله. عيب ديت لما بتنقطع المرفق لاي حاجه دامج حصل فيها الخدمه بتتقطع. فاحنا ابتدينا، طب انا مش عايز اقطع عنك الخدمه خالص، فابتدينا نقطع نحل الخدمات المرافق بتاعتنا عن طريق اللوب، بحيث ان انا لو حصل قطع خدمه هنا هتوصل لك من الناحيه الثانيه. فانا من الاول وانا بخطط امنع قطع الخدمه من عليك. النقطه الثانيه بقى اداره هذه الخدمه، ازاي ادير هذه الخدمه بحيث اديكي جوده حياه. بيتم الاول مره في مصر ان انا ازاي اربط مرافق الميه، مرافق الكهرباء، مرفق الغاز، كله ببنيه ذكيه. المواسير اللي موجوده والشبكات كلها بقراها في مبنى اداره المدينه، بقرا كل العدادات. انا حاطط لكل مواسير عدادات عشان اقرا كميه الميه، كمية نوعية جودة المية اللي فيها، المية لقيت فيها حاجة ببتدي ازاي بعمل دوزنج للكلور، ان في الاخر اعمل ايه؟ يبقى نسبة الفائت في الخدمة بتوصل للحدود العالمية. طب باشمهندس انا عايزة يعني ادي مثل حي للمواطن والمشاهد النهاردة اللي بيتفرج علينا. لو سألت حضرتك يعني شوارع العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة مستدامة خضراء ذكية، إيه اللي يختلف فيها عن شوارع مصر كلها؟ علشان تعملي الشوارع احنا حطينا لنفسنا حلم معين، ان احنا نعمل شوارع العاصمة عبارة عن شارع متاحف مفتوحة. يبقى المواطن وهو ماشي في شارع بتمشي فيه، اما بتنزلي في مصر بتمشي في رصيف، يقابلك كشك مش عارف تشربي حاجة، يقابلك كشك كهرباء، يقابلك عمود، يقابلك شجرة. الكلام ده ما تحطش كده. احنا ابتدينا ننسق في مكان للمشاة لازم يمشي، في مكان لفاقدي البصر لازم احط له البلاطات بتاعته اللي هو يقدر يمشي يعرف طريقه، واستخدم التكنولوجيا انها تساعده في الشارع. بالظبط. صحيح. لازم احط جنب محطة الاتوبيس في حاجة بتضرب لو أنا ما بشوفش أسمع، بسمع لو أنا ما بسمعش هلاقي هيطلع لي الكتابة. فأنا لازم أوفر. عشان كده ما ابتدينا نشتغل في اللاندسكيب أو شوارع المدينة، عملنا حاجة اسمها منظومة فرش الشوارع. هي مش مجرد زرع وجنينة ونخلة، لا، ووحدة إنارة، لا، هي شبكات، هي مكون، هي فيها حوالي 36 عنصر. يعني انت بتشوفي في الاخر نافوره عمودنا، لكن هي فيها 36 عنصر ب 36 انواع مختلفه من الشبكات في الاخر، عشان اقدم لك مكان تتمشي فيه براحتك، ولادك وانت بتتمشي ليهم بيلعبوا، بتلاقي مثلا عايزه تتفرجي على اعمال فنيه تلاقي بعض التماثيل. انا لما باجي النهارده العاصمه الاداريه الجديده واتمشى فيها واشوف الانجاز ده، أنا كمواطن أنا ببقى فخورة جداً بالأيادي العاملة المصرية اللي تعبت وعملت المجهود الكبير اللي احنا بنشوفه على الأرض. حقيقي بالك في حاجة، احنا لسه في المرحلة الأولى، احنا لسه في بداية الحلم. احنا لسه حلمنا. صحيح. ما وصلناش لسه لسنة الهدف. احنا النهاردة هنا بتعمير بنبقى متواجدين مع حضراتكم علشان الناس حقيقي تشوف ده على أرض الواقع. الناس لسه ما شافتش، ما استوعبتش الحلم اللي احنا بجد بدأناه. انا بشكر حضرتك جدا النهارده على وجودك معايا. انا المتشكر ليكم، والحقيقه يعني العاصمه فيها حاجات كتيره قوي قوي قوي، ما يكفاش حلقه ولا اتنين ولا عشرة. العاصمه دي الحقيقه حلم جيل من اجيال مصر. الحقيقه بشكر كل الناس اللي ساهموا في العاصمه، وناس كتير جدا من كل الأطياف، من أول العامل الصغير للمهندس الكبير للمحاسب للدكتور، كل دول كان لهم مردود في اللي احنا بنعمله. احنا أنا قدامك أنا كأشرف فطين، ولكن أنا ورايا جيش من زملاتي في الشركة، وكل زميل من دول وراه جيش من الشركات العاملة، من الهيئات اللي بتشتغل
فربنا يكرمكم، متشكرين جدا ومستنيينكم تدعوا الناس كلهم يشرفونا في العاصمة. أكيد إن شاء الله. وبشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. بشكرك. الله يخليك يا فندم. شكر لحضرتك. بنكمل مع بعض مشاهدينا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وبنكمل حديثنا النهاردة مع المهندس علي بدوي رئيس القسم المعماري بشركة العاصمة الإدارية الجديدة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، أهلا بحضرتك. تكلمنا عن الطابع المعماري اللي موجود اللي احنا واقفين فيه النهاردة، يعني الجميل المريح للنظر والعين ده. الأول شفت أنا قلت لك إيه؟ الأول اسمحي لي أرحب بحضرتك وأرحب بالسادة المشاهدين. يعني احنا النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا في الحي الحكومي، يعتبر القلب النابض للعاصمة الإدارية الجديدة اللي يوميا بيضخ حركة في آلاف المواطنين والموظفين والعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. علشان نبتدي نتكلم عن الطابع المعماري والهوية البصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلينا الأول نقول احنا ليه بنعمل طابع معماري وهوية بصرية. ليه؟ شركة العاصمة هي شركة استثمارية خاصة، اولا يهمها انها تصدر صوره جيده او صوره ممتازه لمصر للخارج، وتصدر المشروع للخارج عشان ابتدي اجذب الاستثمارات الخارجيه بالاضافه للاستثمارات الداخليه اللي موجوده عندي. الهويه البصريه اللي موجوده عندي دي قصه طويله جدا، يعني هحكيها لحضرتك باختصار دلوقتي. نتكلم ان احنا عشان نوصل لطابع معماري وهويه بصريه، ده مجهود تم بالتنسيق مع جهات كتير مختلفه وتخصصات كتير قوي مختلفه. ندخل من ناحية التخطيط، بداية التخطيط. احنا العاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى متقسمة لأحياء تربطها شوارع وميادين ومشايات. في طابع معماري العاصمة، أنا أول ما بدخل من بوابات العاصمة أنا ببتدي أعرف إن أنا في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق عناصر اللاندسكيب اللي موجودة عندي، تنسيق موقع العام بالزراعات، عناصر الفرش، أعمدة الإنارة، أماكن انتظار الأتوبيسات وهكذا. بعدها ببتدي ادخل اتنقل على الاحياء اللي موجوده عندي كاحياء سكنيه او احياء خدميه موجوده عندي. كل حي من الاحياء دي لازم ببتدي ابني له هويه بصريه. هويه بصريه ليه؟ علشان يبتدي المستخدم او الزائر او المقيم بتاع العاصمه، هو مش بس ان انا جاي مدينه فيها شويه مباني، لا، انا لما بدخل مدينه برتاح. بالظبط، انا عايزه يستمتع وهو ماشي في المدينه. صحيح. يستمتع بالمباني، يستمتع باللاندسكيب، يستمتع بالعناصر اللي حواليه. مظبوط، تمام. فابتدينا نحط هوية بصرية لكل حي وكل منطقة، وكان ضروري قوي ان احنا نبتدي نربط الهوية البصرية بتاعت كل حي بالحي اللي جنبه علشان ما يبقاش فيه نشاذ. يعني ابتدينا نعمل تدريجة ما بين الاحياء السكنية وبعضها وما بين الاحياء الخدمية وبعضها. الهوية البصرية مثلا زي ما احنا شايفين كده في الحي المالي او الحي الحكومي اللي احنا واقفين فيه، لو احنا ماشيين بنتمشى فيه احنا مش هنحس ان احنا في اختلاف. دول حيين بيربطهم من النص السباين اللي هي حديقه الحي الحكومي، فكل المباني قريبه وشبه بعض. بالزبط. فحس براحه في عيني وانا داخل المكان، ما احسش ان في حاجه شاذه او حاجه مختلفه. شركه العاصمه من البدايه بتبتدي تحط اشتراطات تصميميه للمباني في الحي الواحد. الاشتراطات دي مش معنى هويه بصريه ان انا بوحد تصميم المباني، لا خالص، انا بالعكس انا بدي مطلق الحريه للمصمم او المطور ان هو يعمل التصميم اللي هو عايزه، لكن في حدود الاشتراطات بتاعه المنطقه. ببتدي بعمل الاشتراطات البنائيه بتاعتي، احط فيه اشتراطات للواجهات عندي كماتيريالز، وبنفضل الماتيريالز اللي هي الخامات المحليه في الواجهات علشان ابتدي ان انا التكلفه بتاعه المبنى، وابتدي استخدم العنصر المحلي عندي. ده طبعا يبقى يعني قيمه مضافه لمصر هنا عندنا، وشغل ابتدي اشغل المصانع والعماله اللي موجوده عندي هنا. فابتدينا ان احنا نعمل هويه بصريه لكل حي، وده منها اللي حضرتك زي ما حضرتك كده جيت النهارده لقيت الحي المالي والحي الحكومي، ده اول نموذج او اول مثال موجود حي عندنا كده، ان احنا واحنا ماشيين فيه احنا ماشيين في خلال حيين مختلفين تماما في الوظيفه. يعني عندي الحي المالي فيه تجاري وفيه اداري، والحي الحكومي هو حي بيخدم الدوله، بس الاثنين مترابطين كهويه بصريه. الاشتراطات اللي موجوده عندي هنا ساعدت مطورين كتير قوي ان هم يحصلوا على شهاده اسمها ليد. الشهاده دي بتتاخد للمباني الخضراء، دي شهاده دوليه. من ساعه ما فتحت تقريبا عدد المباني اللي موجوده في مصر اللي حصلت على الشهاده دي تقريبا 26 خارج العاصمه. حاليا في عندي في العاصمه 16 مبنى، يعني احنا بنتكلم عاصمه في خلال 5 أو 6 سنين بقى عندي 16 مبنى مقدمين للحصول على شهاده الليد، وعندهم الكريدت او البوينتس اللي هي تدعم انهم ياخدوا الشهاده دي بتطبيق الاشتراطات بتاعه العاصمه، تطبيق الخدمات والشبكات. بالظبط كده، والمشايات اللي هي بتاعه المشاه والمسارات بتاعه الدراجات والميه المعالجه اللي انا ببتدي اغذي بيها المبنى، والخلايا الشمسيه اللي بيبتدي المطور يحطها فوق اسطح المبنى بتاعته او على الواجهات، بنسمح بالكلام ده. ايه الحاجات يا باشمهندس اللي شركه العاصمه الاداريه الجديده بتراعيها في التصميمات او التصميم الخارجي بتاعها؟ التصميم الخارجي انا بهتم اول حاجه ان انا
في درجات الحرارة اللي موجودة عندي أنا ببتدي أحاول ألطف درجة الحرارة اللي موجودة. ليه؟ علشان المستخدم في أي وقت في اليوم يقدر يستخدم الفراغ الخارجي، ما جيش مثلا في فترة الظهيرة الناس كلها بتنفر من درجة الحرارة، فبيبتدي إما يدخل مبنى في تكييف أو إن هو يبتدي مثلا لو خارج يشوف مكان ضلة بس كده إنه يقعد فيه. طيب بقية المناطق المفتوحة هل مش هقدر أستمتع بيها؟ لا، أنا لازم ببتدي عندي عناصر اللاندسكيب واختارها بعناية، عناصر التشجير، العناصر المائية اللي موجودة في الموقع العام اللي بتعمل لي تلطيف لدرجات الحرارة ومناطق الإصلاح. بشكرك جدا وبشكركم على مجهودكم ويعني الجو العام الجميل اللي احنا بنشوفه النهارده على ارض الواقع. انا اللي بشكر حضرتك جدا، وبدعو يعني حضراتكم وبدعو جميع المشاهدين ان هم يجوا يزوروا العاصمه. هي حاليا هي مدينه تقدر ان انت تنزل تتفرج وتستمتع بالمباني هنا فيها. بننقل المشاهد علشان يجي ينزل يشوف العاصمه الاداريه على ارض الواقع، واحنا يعني ان شاء الله يعني مرحبين بيهم في اي وقت. طبعا يا شباب تنورونا. متشكر لحضرتك. مشاهدينا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، دلوقتي احنا موجودين في أكبر محطة تبريد مركزية في أفريقيا واللي بتخدم على الحي الحكومي وحي المال والأعمال. هنعرف كل تفاصيلها أكتر دلوقتي من المهندس سامر عبد الله مدير إدارة التكييف المركزي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أنا مساء. أهلا بيك. ادينا في البداية كده نبذة عن محطة التبريد اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي ويعني طاقتها قد إيه؟ هي فكرة محطة التبريد المركزي متعلقة أصلا بالهدف من إنشاء المدينة، أو المدينة إنشئت عشان تبقى مدينة من الجيل الرابع، مدينة مستدامة ومدينة ذكية بتساعد على توفير الطاقة وبتساعد على ان هي تحقق الكواليتي العاليه للناس اللي هتعايش فيها، سواء كواليتي جو او داخلي او خارجي. فاحنا فكرنا ان احنا او تارجتنا اربع اهداف ان احنا نحققها من انشاء المحطه. الهدف الاولاني يتعلق بان احنا نحافظ على جوده الهواء الخارجي اللي في المدينه من اي ايميشنز نتيجه استخدام معدات التكييف فوق المباني. الهدف الثاني ان احنا نتارجت ان احنا العملاء بتوعنا نحقق لهم نقدم لهم الخدمه مقابل ان هو بيوفر جزء كبير من استهلاك الطاقه عنده وجزء كبير من المعدات اللي هيشتريها كانيشال كوست بدايه المشروع. الهدف الثالث اللي احنا بنستهدفه ان احنا كمحطه هي تحقق مبادئ السستينابيلتي، فبالتالي استخدمنا فيها بعض المعدات اللي تشتغل بالكهرباء، ومعدات الكهرباء دي وسيط التبريد اللي فيها هو غاز فريون موفر للطاقة من أحدث الغازات أو وسيط التبريد الموجود في العالم دلوقتي. هو الحمد لله موفر للطاقة ومحافظ على البيئة وفي نفس الوقت هو صديق البيئة يعني. النوع الثاني من المعدات اللي استخدمناها هي معدات تشتغل بالغاز الطبيعي، وبرضو دي من أنواع المعدات اللي بتشتغل على الطاقة المتجددة. والنوع الثالث اللي احنا بيدعمنا دلوقتي ان احنا برضو عملنا استخدمنا تكنولوجيا الثيرمال ستوريج تانك او تنكات الطاقه اللي بقدر تزود معايا قدره المحطه، او بقدر اشتغل في حاله الاحمال الخفيفه بحيث ان هي توفر لي تشغيل الماكينات. الهدف الرابع طبعا هو الهدف الاستثمار اللي هيعود على العاصمه وعلى الشركه من الاستثمار في المجال ده. والحمد لله المحطه المنشاه دي بقدره حوالي 64 الف طن تبريد، دي اكبر محطه تنشا في مصر، في جمهورية مصر العربية يعني. دي أكبر محطة في دي أكبر مصر. محطة حتى الآن، لأن احنا إن شاء الله في تخطيط لمحطة جديدة. احنا بدأنا فعلا إجراءات تنفيذ المحطة الثانية الأكبر منها 80,000 طن تبريد، وإن شاء الله المحطتين بيخدموا منطقة الحي الحكومي ومنطقة المال أو الأعمال، بيخدموا على المركز الثقافي الإسلامي ومجلس النواب ومجلس الشورى وساحة الشعب، وبيخدموا معايا كمان محطة الحافلات و 18 مول. واحنا استهدفنا برضو من ان احنا تنوع المشروعات اللي موجودة ديت كتنوع اكتيفيتيز عشان اقدر احقق استدامة تشغيل المحطة نفسها، انها تقدر تديني القدرة استغل اعلى قدرة عليها فاحقق من خلاله اعلى معدلات كفاءة تشغيل بحيث ان انا اخد اعلى قدرة باقل تكلفة. هل ده استثمار جيد لشركة العاصمة الادارية الجديدة؟ هو استثمار جيد جدا جدا جدا، لان احنا طبعا احنا كشركة عاصمة ما جينا عملنا الفيزابيليتي ستادي للمشروع وعملنا البيزنس بلان للمشروع عشان نوصل ان احنا نحسب التعرف اللي احنا هنبيع بيه للعميل بتاعي. فاحنا اخدنا كذا توجه ان انا اقدر كاستثمار استعيد قيمة راس المال بتاعي
في مدة معقولة، وفي نفس الوقت أقدر أعمل دخل وأرباح لشركة العاصمة اللي بتقدر تغطي تشغيل والصيانة بتاع الخدمات، وطبعا يحقق لي جزء كبير جدا من الأرباح على مدى نقدر ان احنا نعمل بيها مشروعات اخرى نستغلها. مشروعات اخرى كتير. احنا برضو احنا الميزه ان انا الاستثمار ده استثمار طويل الامد، يعني عمر المحطه دي الافتراضي ممكن يوصل ل 30 سنه او اكتر، فانا بمجرد ان انا بستعيد راس المال وببدا عندي بعد عائد كده ثابت. عندي عائد ثابت، واحنا ده هدف شركه العاصمه انها مستهدفه الموضوع ده. ازاي نحافظ على التكنولوجيا في المشروع او المحطه يا باشمهندس؟ هو التكنولوجيا في يعني هي احنا النهارده بنستهدف ان احنا نستخدم احدث انواع التكنولوجيا. تمام. ازاي بقى العاصمه هنا المحطه هنا شغاله بنظام سكادا سيستم. سكادا سيستم ده نظام كمبيوترايزد هاردوير سوفت وير بيكلم كل المعدات اللي حضرتك شايفاها دي، وبيكلم محطات التبريد اللي في المباني. هو بيشوف المباني طلباتها ايه ويبدا يشغل المحطه هنا ببروتوكول معين بكذا استراتيجيه معينه ان انا اقدر احقق طلبات الكلاينتس بتاعتي كخدمه تبريد، وفي نفس الوقت اعمل فكره ان انا اوصل لاعلى معدلات كفاءه تشغيل المعدات بتاعتي. فهو ده السيستم ده سيستم موتورايز اوتوماتيك بيشتغل اوتوماتيك على المعدات كلها وعلى المباني كلها. ازاي يا باشمهندس حققنا فكره الاستدامه في محطه التبريد المركزيه؟ الاستدامه ده كان موضوع مهم جدا في بدايه العاصمه الاداريه الجديده ان احنا بنشتغل على الاستدامه. الاستدامه انا المحطه دي والمحطه الثانيه طبعا، وفي شبكه وصلت طولها تقريبا ل 100 متر مواسير شغاله بتخدم على حوالي 200 مبنى. ال 200 مبنى دول لو فرضنا ان احنا عملناهم انديفيدوال سيستمز، الانديفيدوال سيستم دي هتستهلك كهرباء بشكل فظيع، بالاضافه طبعا ان هو تبقى احمال انشائيه على المباني، بالاضافه ان هي بتعمل ايميشنز جامده جدا سواء حراريه او ايميشنز بغازات بتاثر على البيئه. فجون ان انا اجمع كل ده في محطه واتدرج ان انا اعمل في المحطه دي انها تبقى صديقه البيئه، ده في حد ذاته بيفيد المدينه كلها ويحقق فكره الاستدامه اللي احنا بنتكلم عليها. وهي المدينه كمدينه مستدامه لازم كل التفكير دلوقتي مبني ان انا ازاي اوفر الطاقه وازاي احقق بيئه نظيفه. حضرتك قلت لي قبل شويه ان احنا بنشتغل على الخطه الجديده للمحطه الجديده اللي هتبقى اكبر من المحطه دي ان شاء الله. ان شاء الله احنا خلاص احنا خلصنا التندر بتاعها وخلصنا اجراءات الطرح، وان شاء الله في اجراءات الترسيه هتتعمل المحطه الثانيه بقدره 80,000 طن تقريبا مستهدفه، بالاضافه ان احنا بعد كشركه عاصمه بدانا كمان ناخد اتجاه ان احنا هنقدم الخدمه في بعض المناطق الثانيه الجديده، فهنبدا نعمل الشبكات بتاعتها ونبدا ننشئ المحطات الجديده بمراحل على مراحل معينه طبقا لنمو المناطق ديت، برضه بهدف ان احنا نشيل عن عاتق المطورين والعملاء بتوعنا فكره الانشاء المحطات عندهم في المباني، فبالتالي تبقى انيشال كوست عندهم عاليه جدا واحنا قادرين ان احنا نساعدهم في الخدمه دي. صحيح. امتى المحطه هتشتغل بكامل طاقتها يا باشمهندس؟ المحطه دي اشتغلت بكامل طاقتها في شهر تقريبا 3/2022 دخلت كلها في الخدمه، الحمد لله المباني كلها الحي الحكومي واصل عليها والوصله الخدمه هناك، وكل المباني اوريدي شغاله تكييف مركزي من المياه المبرده اللي انا ببعتها لهم هناك، واوريدي في عدادات راكبه وفي ان شاء الله فواتير بتطلع والامور شغاله ستيبل تماما، وفي ناس شغالين في المحطه قائمين على تشغيلها وصيانتها، والحمد لله امور المحطه يعني حاجه فخر لكل مصري بصراحه. باشمهندس بشكرك جدا وبالتوفيق، واحنا فخورين بصراحه بالانجاز الكبير اللي احنا شايفينه النهارده على ارض الواقع. ميرسي لحضرتك جدا، شرفتونا، وان شاء الله نتمنى ان انتوا تقضوا وقت سعيد في العاصمه ان شاء الله. بشكرك. شكرا يا فندم، شرفتونا.